بمناسبة شهر رمضان الكريم، نظمت مؤسسة مرحبا بمدينة نوردبيك الهولندية إفطار جماعي حضر فيه العديد من المدعوين وناشطين جمعويين بالمدينة. ومن أبرز الحاضرين في هذه الأمسية الرمضانية عامل مدينة نوردبيك السيد يان رابسترا ومحافظ القانون السيد خيربان فنداون. وفي بداية هذا الإفطار الجماعي ألقى السيد حميد اليعقوبي كلمة رحب بها بالضيوف، وأكد فيها بأن مثل هذه المناسبات هي فرصة للتعريف بالثقافة المغربية الإسلامية ومد الجسور بين مختلف الأديان من أجل تعايش أخوي وسلمي. وفي كلمته عبر عمدة مدينة نوردبيك عن فرحته وسعادته لحضور هذا الإفطار الجماعي، وتمنى أن تتكرر مثل هذه المناسبات التي يلتقي فيها المغاربة والهولنديين في جو من التآخي والمحبة بعيدا عن السلوكات المتطرفة والعنصرية. وبعد رفع آذان المغرب تناول الحاضرون وجبة الإفطار في جو رمضاني روحي. حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليعقوبي عبد الحميد، رئيس مؤسسة مرحبا ويلكم في نوردبيك. هذه مبادرة جات من عند المؤسسة ديالنا، هذه تقريبا شي 10 سنوات حنا كنديروا الإفطار، وهذا الإفطار اللي درناه إفطار جماعي فيه مجموعة من الجنسيات، وهذا كيعطي لنا واحد سميتو واحد الاندماج، خاصة للجالية المغربية والجالية الأخرى، الجالية السورية ومع مجموعة من الجاليات اللي يحضروا منها، ومن بينهم الهولنديين. وكان لنا الشرف كبير باش يحضر معنا العمدة ديال نوردبيك والمحافظين الاجتماعيين، خاصة خيربان فنداون ولا ماري يوسي، وكان مجموعة من فاعلين جمعويين منهم رؤساء الجمعيات وداك الشيء. المهم كان واحد النشاط مزيان، والنساء كذلك الجمعويات ديال هولندا حضروا معنا. المهم هذا كيبشر بالخير باش يكون واحد الخطوه للامام. هاد الاهميه هو باش نعطيو هذيك الصوره الحسنه على المغاربه، وخاصه في هولندا اللي كيسميتو الصحافه اللي كتهضر على المغاربه بالعكس. حنا كنقولوا لهم انطلاقا من هنا من نوردبيك، بالعكس المغاربه هما مندمجين وخير دليل هذا النهار كيفاش داز. ما كانوا كيقولوا لك زعما كيفاش قال البيرخميستر، انا باغي نشوف العادات والتقاليد للدول الاخرى وخاصه المغاربه، حيث كيرجع للحنين منين كان مع باه كيمشي للمغرب. قال لي انا المغرب عزيز عليا وداك الشيء، خصني ضروري باش نعرف العادات والتقاليد. ودابا معنا كيف قلت لهم معنا اكثر من 30 جنسيه هنا في نوردبيك، هذوك ضروري الانسان اذا عرفتي الجنسيات الاخرى وعرفتي العادات والتقاليد ديالهم يكون واحد التعايش في المستقبل، ويكون واحد سميتو الهدوء في المدينه ديالو. وهذا علاش كيلح باش يكون هذاك التعايش ويكون التعريف بالعادات والتقاليد ديال الجنسيات الاخرى. يان رابسترا بورغميستر فان نوردبيك. إني أحضر لأول مرة لإفطار جماعي في مدينة نوردبيك. تلقينا في هذا اليوم معلومات عن رمضان وكذلك عن الطقوس التي تكون في هذا الشهر الجميل، وكذلك الوقت الذي يجب على المسلمين الإفطار والصوم. كانت هناك أطباق شهية وجو عائلي، ولكن الأهم من كل هذا هو أننا التقينا في هذا اليوم الكريم. إني لجد فخور بالمغاربة المقيمين هنا في نوردبيك، حيث يشاركون في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية. إن شهر رمضان أصبح معروفا عند الهولنديين، وهناك احترام كبير من طرف الهولنديين لهذا الشهر المقدس عند المسلمين. أتمنى في العام المقبل أن يكون هناك العديد من الهولنديين من هذه المدينة لمشاركة المسلمين في الاحتفال بهذا الشهر الكريم. في هذه العشر سنوات من مشوارك كمحافظ قانون لمدينة نوردبيك، كانت لي علاقة جيدة مع الجالية المغربية في هذه المدينة. وفي كل سنة ننظم إلى جانب الدوري الكروي الرياضي السنوي إفطارا جماعيا بمناسبة شهر رمضان. إني سعيد لحضور هذا الإفطار في هذه الأمسية،
التي يلتقي فيه المغاربة وغير المغاربة على مائدة واحدة ويتعرفون على بعضهم البعض. وإني كذلك لجد فخور بالجالية المغربية في نوردفايك وخاصة مؤسسة مرحبا التي تنظم مثل هذه الأيام. إنها كما قلت فرصة للتعايش والتعارف ما بين الشعوب والثقافات والديانات المختلفة. أتمنى أن نلتقي في العام المقبل إن شاء الله، وأتمنى لجميع المسلمين السعادة والصحة في هذه المدينة الجميلة، ورمضانكم كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي الشرقاوي حسن، مؤسسة مرحبا. مؤسسة مرحبا كندورها أنا والأخ عبد الحميد اليعقوبي، هذه من سنة 2009 إلى حد الآن. هنا كنقوموا بواحد مجموعة ديال الأنشطة، منهم كرة دوري كننظموه كل سنة، وهذه السنة نظمنا هذا الإفطار باش نملوا مع بعضياتنا مع الهولنديين تضامن تحامل، فهمتي، ونكونوا نعرفوا بعضياتنا باش ما يبقاش هذا الشيء دائما غير داخل لداخل، باش الهولنديين تاهما يعرفوا الطبيعه ديالنا ويعرفوا الحاله ديالنا ويعرفوا منين حنا ماجين، علاش هذا رمضان، لانهم كيسموا غير رمضان كيخافوا من هذا الشهر هذا ولا من كلمه رمضان. ولكن الحمد لله كنشوفوا السنوات الاخيره واحد المجموعه ديال الهولنديين راهم سلموا، حتى هما كيصلوا معنا وكيصوموا معنا وكيديروا كل شيء، وحنا كنحاولوا نعملوا تقريبا في حالهم باش نجمعوا بزاف ديال الهولنديين. الافطار هذا خدجين دكاتين افطار صباح، يعني غاخدموا على كاج هولنديين، الهولنديين عجبس الحار بزاف، يعني الثقافه هي بدات تتراجع. نتمنى حتى من رياض رمضان باش يعني اشترك لنا دي الماكله ناخذ دي نعايم، يعني خاخينا عم رب العالمين دي شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا يعقوب عادل الليد ديال مرحبا ست اختي مرحبا ويلكم. وكما كتشوفوا اليوم حينا واحد افطار رمضان، وكنديروا كل عام ما مشت ورم نهارا نتق الافطار كل عام. ستي اختي مرحبا تكلف زايس المساعده سي خيمينتي، يعني المسؤولين خمانويه نشين تعجبنا نخرحار باش كل عام مناويه حطانا الطاسي هولنديين، حطانا جميع الجنسيات وسيندا غنخي سوريين، تكيج التشبث جارنا باش نحيا الذكريات، لان باش بنادم هذه هذه قلت شنو التعارف يكون نغني خص هذه منامو. والسلام عليكم. نش قاني سعيد عقابي وسيغت زي زين تين هوف دورب وسيغت زي مدينه هوف دورب دار رئيس الجمعيه مرحبا. نشي عضيد الاخ عبد الحميد انت دار رئيس الجمعيه مرحبا بكم كنورت بايك افطارين كذلك تيجي مدينة نور دبيك نهارا ينجح يمشى يجن يعني يجن دا سبحان يجن النجاح يجن دا سبحان الطاس حدا عند الطاس ديوذان وشنت هولنديين وشنت بيت هاودر وشنت برخ مايستر وشنت يعني الجمعية زي كورة مكان حدا عند الطاس ديوذان. نتمنى ان شاء الله الجمعية تنداني تيجي هولندا كل شيء أذكينا من الجمعية ثانيتي يخصد خدمة نصدعني خبن سن باش تسموني وذان أخذ من الجميع وتشكاشكم تشكاشكم كل شيء بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي العطواني الزهراء، مؤسسة توريت. هذا النهار الكبير ديال الإفطار اللي جمعنا الجمعية ديال واحد اليوم جميل اللي تلقينا فيه جميع الجنسيات هولنديين، شفت هنايا مختلفين ديال الناس، وكان عندنا واحد التعايش، وكان واحد كيسالونا كيفاش كنفطروا كيفاش كنديروا، عرفوا على التقاليد ديالنا، بحال البوليس ديال هنا سالونا كيفاش كديروا الافطار ديالكم، ورينا لهم كيفاش كنفطروا كيفاش كنديروا، كان عندنا واحد الاندماج ما شاء الله. احنا وريناهم على التقاليد ديالنا وكانت بيناتنا تبادل الاراء، وزعما بغينا هذا الشيء يتكرر ويتكرر دائما، وزعما كان واحد الشيء جميل للغايه، ونتمنى ان شاء الله نكرروه ونديروا واحد الافطار باش نعرفوا بالثقافه ديالنا ونعرفوا بالاصاله ديالنا، وزعما جزاهم الله خير على هذا النهار، زعما كان رائع. معنا خديجه، جيت لهاد الامسيه ديال الافطار، ولا كانت امسيه زوينه، كان جو عائلي وكان الجو
الجوم سخانت ماشي غير المغاربه، ماشي فين مغاربه هولنديين اجانب اخرين، كان زعما الجو زوين، نتمنوا هاد العادات تتكرر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد البسمله انا الاسم ديالي الابراهيمي حفيظه والابن ديالي ريان. انا جيت لهنايا في نوردفيك بمناسبه الافطار، وانا فرحانه لان الهولنديين يعني ونسونا مزيان وفرحوا معنا واحتفلوا معنا بهذا الافطار اللي هو بمناسبة رمضان العظيم، رمضان الكريم، وباش يعني نوريو لهم بان احنا باننا مسلمين، ويعني المسلمين يعني من ناحية يعني التفاهم والتعامل والتحاسن وكل حاجة. وأنا فرحانة بهذه الحفلة يعني الرمضانية، هذه العشر أيام الأخرى نتاع رمضان، نتمنى أن كل الإخوان المسلمين يكملوها بالصحة والهنا وكل رمضان وصيام مقبول إن شاء الله يا ربي. أسيدي كاين رايان أش تقولها ولدي؟ رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. مبارك. سعيد. سعيد. شكرا. وشكرا، مع السلامة.